شيفر سانتي. في شيفر سانتي باش نحكي لكم على المعهد الوطني للاحصاء. 59.4% نسبة المؤسسات اللي صرحت بوجود صعوبات تزامنا مع الجائحة الصحية. هذا اللي أظهروا سبر آراء أنزل المعهد الوطني للإحصاء وتعلق بآراء رؤساء المؤسسات الصناعية حول وضع وأفاق نشاط مؤسساتهم كان انشر نهار السبت، وبأنه نسبة المؤسسات اللي صرحت بوجود صعوبات تزامنا مع جائحة الكوفيد 19 قد سجلت أعلى نسبة خلال 3 سنوات الأخيرة لتبلغ 59.4%. وأكد المعهد بأنه نسبة المؤسسات اللي صرحت بصعوبة الترويج ونقص الطلب تعد الأكثر ارتفاعا مقارنة بغيرها من الصعوبات اللي توجه إلى حدود الثلاثي الرابع من سنة 2020، لتتراجع تدريجيا فيما بعد وتنخفض أهمية هذه الصعوبة أمام ارتفاع نسبة المؤسسات التي تصرح بصعوبة التزود بالمواد الأولية بداية من الثلاثي الأول من 21 من عام 2021. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. Chiffre santé.